من أخبارنا اللي حصلت امبارح اللي شهدت ثمار خدمات المبادرة الرئاسية بداية منذ انطلاقها وصل إلى حوالي 33.6 مليون خدمة، وحملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 102 مليون خدمة مجانية. كمان وزارة الداخلية وفرت أغذية بأسعار مخفضة بمبادرة كلنا واحد. خلينا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت إن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان أعلن وصول إجمالي عدد الخدمات اللي قدمتها مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان منذ انطلاقها ل 33,646,157 خدمة. وخلال الأيام الأربعة الماضية استفاد من خدمات المبادرة 8,697,628 مواطن، وقدمت المبادرة خدماتها في مجال تمكين وتدريب المرأة ل 22,234 مستفيدة، وده عبر 115 خدمة ونشاط. كما تم توزيع 22.8 طن لحوم وسلع تموينية وصلت ل 20,842 أسرة، علاوة على تنظيم 155 ندوة توعوية وعلمية وتثقيفية لجميع الفئات بعدد مشاركين بلغ 113,000 مشارك. امبارح أيضاً أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان تقديم 102,591,101 خدمة طبية من خلال حملة 100 يوم صحة منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للنسخة الثانية مساء يوم 31 يوليو 2024 وحتى الخميس 3 أكتوبر. حملة 100 يوم صحة قدمت 379,178 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 92,656 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة. وقدم قطاع الطب الوقائي 59,667 خدمة، بالإضافة لتقديم 87,202 خدمة من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة. امبارح وتحت رعاية رئيس الجمهورية وصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 26 من مبادرة كلنا واحد اللي مدت فعاليتها اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر والمدة شهر، مع التوسع إلى ما يقارب الضعف في عدد المنافذ المشاركة، وده لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة.